في مكافحة هكذا ظواهر. شكرا ريم، أولا شكرا على قناة الشروق على استضافتها لي. طبعا أنا دائما أقول أن قناة الشروق دائما كانت سباقة، وهي التي فتحت المجال للمجتمع المدني وللجمعيات الفاعلة بالنسبة لمختلف الأنشطة. طبعا احنا في خدمة الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والجمعوي، وفي إطار يعني الالتزامات التي قطعها السيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدور المجتمع المدني كمكون يلعب دورا متميزا من ناحية قوة اقتراح، بادرت يعني مجموعة من الجمعيات ومع الكشافة الإسلامية الجزائرية حوالي أزيد من 120 جمعية وطنية في تأسيس منتدى وطني للمجتمع المدني وللجمعيات يكون كقيمة مضافة للفضاء الجمعوي. دوره يعني ينسق ويتشاور ويتحاور في هذه الحقبة فيما يتعلق بما جاء به الدستور في لأن المجتمع المدني لأول مرة، ولا أقول هذا الكلام مجاملة، لأول مرة المجتمع المدني يأخذ مكانة في الخطاب الرئاسي وفي المؤسسات الدولية، يعني في المواثيق الرئيسية لأول مرة المجتمع المدني معناه يرتقي إلى مكانة يدستر إذا كان لا يعني يدستر من ناحية المرصد الوطني ومن ناحية الحماية القانونية. الدستور في الزمان كان تذكري أن الإدارة هي التي كانت تأخذ القرار من البداية، الآن لا يمكن حل أي جمعية إلا بقرار قضائي. إذا نعتبر بأن هذا الأهمية التي أعطاها أو لها رئيس الجمهورية وفيما يتعلق بالدستور تفرض على المجتمع المدني أن يفرض وجوده، وعندما يفرض وجوده عن طريق العمل الفاعل، عن طريق المبادرات، عن طريق قوة اقتراح، أن لا يكون تابعا وأن لا يكون رجع السادة للإدارة، يعني بكل صراحة لأن يكون رجع السادة لازم يكون عنده قوة اقتراح من ناحية البرامج ومن ناحية التأهيل ومن ناحية التكوين ومن ناحية المرافقة حتى يلعب دور تاعه كما ينبغي في المجتمع المدني. ولهذا جاء هذا المنتدى بما يضمه من أطياف المجتمع المدني، سوف يكون له إن شاء الله دور متميز فيما يتعلق بالتحسيس وفيما يتعلق بالمرافقة. وأول نقطة درناها في المنتدى قلنا هي نشر الثقافة القانونية. مع الأسف الشديد نحن نفتقر إلى ثقافة قانونية في الجزائر، نفتقر إلى الثقافة القانونية وفيه نوع من التسحر، يعني حتى القوانين التي تطبق علينا لا نفقهها ولا نطالع عليها ولا نشوف الأحكام نتاعها. إذا علينا أن نؤسس إلى ثقافة قانونية يعني تؤدي بنا إلى وعي اجتماعي وقانوني. طيب أستاذ، كنت قد أشرت في الشق الثاني من سؤالي عما يتعلق بانتحال الصفة، ولكن قبل أن نخوض في هذا الحديث لأنه فيه بعض المنافذ التي تركتها بعض الجمعيات لتلطخ نوعا ما ما هو منضوى تحت المجتمع المدني. أعود إليكم أستاذ، لكن ليس قبل أن أستقبل هذه المكالمة عبر الخط الداخلي لشروق نيوز للأستاذ خميس عثمانية محامي وقاضي سابق، لنتوجه إليه بسؤال الشق القانوني لهذه الظاهرة. أهلا بكم أستاذ. أهلا بك سيدتي الفاضلة، مساء الخير. يا مرحبا أستاذ عثمانية. إذن انتحال الصفة بحث عن الثروة أو الشهرة، وهنا يمكن لكم الخيار بين الثروة والشهرة. أستاذ، برأيكم منتحل الشخصية أو منتحل الصفة يعتبر إنسان ربما خارج عن القانون، مجنون نوعا ما، لأنه يعتبر إنسان دخل أو هو خارج للقانون أستاذ عثمانية، ليس كذلك؟ نعم سيدتي الفضيلة، أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وأحيي من خلال كل مشاهدي القناة وضيوفك الكرام. فيما يتعلق بانتحال الصفة، بطبيعة الحال فإن هذا يعتبر من قبيل أو أسلوب من أساليب النصب والاحتيال أو الابتزاز أو تحقيق الثروة على حساب الفرد والمجتمع من جهة، وعلى حساب الصفة التي يحميها القانون من جهة ثانية. ولهذا اعتبر المشرع الجزائري أن انتحال صفة هي عنصر من عناصر النصب في المادة 372،
يعني أنه الشخص لما ينتحل صفة على الغير هو يهدف من وراء ذلك إلى النصب على أشخاص آخرين، ناهيك عن المساس بالصفة التي يحميها القانون. ومن هنا تم تجريم انتحال الصفة وقرر المجتمع عقوبات قاسية لكل شخص ينتحل صفة الغير. واضح أستاذ، اليوم أكيد القانون الجزائري يجرم هذه الظاهرة أو الجريمة إذا كان ممكن القول، ولكن ربما عقوبة هذه الجريمة لا تكون كافية ربما بالنسبة لمنتحل الصفة. نعم، هو عندما نلاحظ تنامي هذه الظاهرة، تنامي ظاهرة جرمية هي انتحال صفة الغير، سواء كانت هذه الصفة مدنية أو عسكرية أو قضائية أو تنفيذية أو تشريعية، لما نلاحظ تنامي هذه الظاهرة نقول أن النصوص العقابية عادة، التفسير الذي يعطى من الناحية الجزائية، نقول أن النصوص العقابية أصبحت عاجزة على تحقيق الحماية اللازمة للمصالح الفردية والجماعية المراد حمايتها في هذا الجانب. وبالتالي لما نشوف هذه الظاهرة كثرت نقول أن النص الجزائي أصبح عاجز، وفي هذه الحالة عجز النص إما أنه نابع على أن العقوبة غير متشددة ولا تحقق الغرض، أو أن هناك ربما إفلات من العقاب من طرف شريحة معينة من الأشخاص الذين يمارسون هذه الظواهر الإجرامية، ما شجع الآخرين على إتيان هذه السلوكات. وفي الحالتين أعتقد أن دور المشرع أن يتدخل من خلال تشديد العقوبات، يتدخل من خلال تجريم بعض العناصر الغير مجرمة، يتدخل من حيث تفعيل النصوص الإجرائية والنصوص الموضوعية في قانون العقوبات بحيث لا يفلت شخص من العقاب. كل هذه إجراءات أو تدخل إيجابي من طرف المشرع تقتضي حالة تنامي ظاهرة جرمية معينة. واضح أستاذ خميسي عثمانية، محامي وقاضي سابق، شكرا جزيلا لكم لهذا التدخل لإيضاح الشق القانوني في هذه الجريمة، شكرا جزيلا لكم. أستاذ أعود إليك، وفيما بدأته كذلك قلت أن بعض الجمعيات المنضوية تحت لواء وأطياف المجتمع المدني ربما إذا سمحت القول توسخ هذه الجمعيات، توسخ كذلك ما يسمى بالمجتمع المدني، لأنه فيه كثير للأسف شخصيات انتحلت صفة معينة لمدنيين وعسكريين وكذلك داخل المجتمع المدني وصرات يعني داخل المجتمع المدني، ولكن للأسف ما شفناش فيه عقاب لهؤلاء. أولا عندما نتكلم على مثل هذه السلوكات، يعني تحديدا يعني نتكلم من زاوية المجتمع المدني ثم ننطلق إلى الشق الثاني من سؤالك الكريم. هذه السلوكات لا تدعونا أن نجرم أو نشيطن المجتمع المدني كامل. أكيد. هذه السلوكات معزولة. المجتمع المدني له فرسان من العمل الجمعوي، والكل لاحظ أن ملحمة مواجهة كوفيد-19 يعني كورونا معنى أن المجتمع المدني الفاعل والناشط والملتزم لعب دورا أساسيا في بداية الأزمة الصحية بدون إعاز، بدون توجيه، بدون غير، معناها فيه قناعة ذاتية. دونك المجتمع المدني فيه يعني جمعيات وكفاءات وقدرات لها من الموقع ولها من الثقافة ولها من القدرة من تبع. هذه السلوكات يعني التي نراها يعني لأنها مع الأسف الشديد كانت سابقة موجودة، ولكن مع الأسف وجدت البيئة الحاضنة. البيئة هذه المشكلة هنا، البيئة الحاضنة وجدتها، يعني أنت تصدق واحد منتحل صفة، هذه البيئة الحاضنة معناها تركت نوع من الفراغ القانوني ونوع من اللعب على 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 على, على عواطف المجتمع، لأن المجتمع كان مخلوع بصفة المسؤولية، والدليل أنه ينتحل بصفة المسؤولية، يعني أنه إطارة ما ينتحلش بواحد عادي، يعني لأنه يقدم نفسه كمسؤول، معناه مسؤول صاحب سلطة القرار. إذن هذا الإشكالية نتاع تصديق كل ما يأتي بدون تمحيص
وبدون رؤية هو الذي أدى بنا إلى هذه الحالة. وبالتالي علينا ما دام رانا نتكلم على مكافحة الفساد، الانتحال هو صفة من صفات الفساد. صحيح. لا، الانتحال في صفة من صفات الفساد. ما دام أن قانون الفساد جاءت فيه أحكام ردعية، فيجب أن يسقط ذلك على هؤلاء الذين ينتحلون الصفة، سواء في ما يتعلق باستعمال عواطف المواطنين أو عواطف المجتمع أو الإهانة للآخرين أو الشتم للآخرين إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه ظاهرة خطيرة، يعني انتحال الصفة يعني في الجزائر أصبحت حتى في الفيسبوك انتحال الصفة، يعني وأسماء وهمية. إذن هذا يقودنا إلى خلق نتع أخلاق المجتمع. معنى ذلك أن المجتمع المدني في هذه المرحلة أيضا من واجبه ومن مسؤوليته أن تتم الغربلة في إطار القوانين المنظمة للمجتمع المدني. طيب نتوقف هنا أستاذ. اليوم كيف يمكن أن نغربل المجتمع المدني بما أنه كل واحد يقدر يدخل تحت لواء المجتمع المدني؟ كيف يمكن أن نغربل المجتمع المدني؟ أولا عادي، احنا نقول الآن في الدستور الجديد المكانة التي أعطاها الدستور المجتمع المدني تتحتم عليه مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية ومسؤولية اجتماعية. بعبارة أدق، يعني من هي الغربال الوحيد ما هو؟ مدى التزامك بقوانين الجمهورية ومدى تطبيقك للبرنامج الذي أعدته في جمعيتك، سواء كان صحي ولا تربوي ولا ثقافي ولا خيري ولا إنساني. يعني التقييم يكون على أساس البرنامج، المعد والمطبق والمنفذ مع القطاعات المعنية بالأمر. إذن على المجتمع المدني أن يصفي أيضا، احنا نتكلم كلنا نتكلم على محاربة الفساد ومحاربة كذا، الفساد أيضا موجود حتى في الإطار العام هذا. إذن علينا أن نصفي ونغربل المجتمع المدني الناشط والفاعل والمتواجد والمقتدر والذي يستطيع أن يفيد المجتمع في مختلف النواحي. طيب أعود إليك أستاذ بعد أخذ هذا التدخل عبر خدمة سكايب. الأستاذ نجيب بطام محامي، أهلا بكم سيدي، مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يا أهلا أستاذ. إذا نحن اليوم نتحدث عن انتحال الصفة ما بين الثروة والشهرة، لكن السؤال المطروح هنا، هل صحيح أن منتحل الصفة يطمح إلى ثروة أم شهرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انتحال الصفة في الغالب تكون بهدف ابتزاز الأشخاص، ابتزاز الضحايا، وبالتالي الهدف هو تكوين ثروة من خلال عمليات النصب والاحتيال بانتحال صفة معينة، بانتحال صفة وظيفة أو صفة مركز اجتماعي مرموق في المجتمع، وباستغلال هذه الصفة هذه المنتحلة يوهم الأشخاص الضحايا بأنه بإمكانهم أن يحقق لهم مآربهم ومقاصدهم وشؤونهم العامة، وبالتالي يطمئنون له، وكل ذلك يتم بمقابل مالي يدفعونه له قبل أداء الخدمة الوهمية. وبالتالي إذا انتحال الصفة غالبا يعني في أغلب تقريبا في كل الحالات الهدف تاعها هو ابتزاز الأشخاص وتكوين ثروة مالية. طيب أستاذ بطام، كنا نتحدث قبل قليل مع الأستاذ محمد طاهر ديني وكذلك الأستاذ عثمانية الذي كان معنا عبر الخط الهاتفي للشروق نيوز، وذكر أنه من خلال تنامي هذه الظاهرة يجب تشديد العقوبات وكذلك تفعيل الإجراءات القانونية من خلال ربما زيادة في العقوبات وغيرها. هل هذا يعني أنه العقوبة التي تصدر في حق منتحل الصفة هي ليست بكافية في القانون الجزائري، في قانون العقوبات بالتأكيد الجزائري؟ بالتأكيد لما ترجع الأحكام المواد 242 و243 وغيرها المتعلقة بانتحال
الشخصيه وانتحال الصفه والالقاب، العقوبه نتاعها يعني تتراوح في الغالب بين شهرين وسنتين، بين 3 أشهر وسنتين. هي عقوبه ليست رادعه. ربما تساليني تقولي لماذا، نقول لك لان هذا النصوص القانونيه وضعت في وقت ربما السبعينات، هذه الظاهره هذه ما كانش منتشره، ما كانش منتشره الوقت اللي توضعت هذه النصوص القانونيه، لكن في السنوات الاخيره استفحلت هذه الظاهره وأصبح انتحال الصفة سمة من سمات الجرائم الشائعة في المجتمع. لكن مقابل أنه نطالب برفع العقوبات للتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية، أيضا يجب أن يكون فيه وعي عند المواطن الجزائري. كيف يجي اليوم إنسان يقدم لك نفسه على أنه ضابط سامي أو أنه قاضي أو أنه يعمل في مصالح رئاسة الجمهورية أو أنه يعمل في مصالح المحكمة العليا أو في رئاسة الحكومة ويطمئن له الأشخاص ويأتمنونه، يعني بلا ما يقدم الوثيقة الهوية تاعو ولا كذا، بلا ما يتأكدوا من صحة الإدعاء تاعو بأنه موظف سامي وكذا وكذا، يقبلون ويسلمونه وثائق ويسلمونه أموال طمعا في أن يحقق لهم مقاصدهم ومآلبهم. نعم. استسمحك فقط استاذ بطام، انه ليس الجميع ممن ينتحلون صفه ليست لديهم وثائق، هناك من ينتحلون صفات مثل ضابط في الشرطه وضابط يعني ضابط عسكري، وحتى هناك من انتحل شخصيه طبيب، وهناك من انتحل كذلك شخصيه وكيل في الجمهوريه، يعني يعمل داخل المؤسسه، ولكن للاسف يملك من الوثائق ما تدل على صفته. يعني هنا ما يطرح العديد من التساؤلات عن تنامي هذه الظاهرة بمشاركة بعض الأشخاص داخل القطاع. بالتأكيد هنا أنت تطرحي فرضية أنه الشخص اللي ينتحل الصفة يتقدم للمواطنين ويستظهر بوثائق هوية مزورة. نعم. نعم. فنعم كلامك صحيح، كلامك صحيح سيدتي الفاضلة. هنا نكون أمام واقعة مجرمة أخرى، اللي هي التزوير، تزوير في وثائق وفي شهادات، يكون مرتكب جنحة ثانية عقوبتها تصل هي الأخرى إلى 3 سنوات. دونك كاين أشخاص ينتحلوا الصفة بالكلام فقط شفويا، وهذا يتميز بأسلوب الإقناع ويتقمصون شخصية حتى في الهندام في المظهر نتاعهم، وعندهم قوة في أسلوب الإقناع، ويصطادون الضحايا من المشايخ والنساء والعجزة ويعني الناس اللي ما عندهمش مستوى ثقافي معين. ها، والمظهر أيضا يستغلون المظهر، تلقاه ببذلة بكوستيم بالكرافات بسيارة أنيقة، حتى أنه بعض الأحيان يستعينون بسيارات فخمة. يا سيدتي الفاضلة، عالجنا قضية عندها حوالي 5 سنوات في مجلس قضاء أم البواقي، كانت سيدة تحتال على أشخاص باستعمال سيارات سوداء اللون من نوع باسات مثل تلك السيارات التي تملكها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. نعم، مؤسسات الدولة، يعني هذا مستوى عالي جدا في النصب والاحتيال، هذو ناس ينصبوا بالملايير. وانتحال الصفة هذه عادة ما يكون الضحايا نتاعو الناس بسطاء اللي يحتاجوا سكنات، اللي عندهم مشاكل في السكن، اللي عندهم مشاكل في الوظيفة. هذه هي يعني الحالات اللي يكثر فيها النصب والاحتيال بانتحال الصفة. إذا أنا معك لما تقولي سيدتي الفاضلة العقوبة ما هيش رفيعة، نعم، لأنها النصب وضع في ظروف لم تكن منتشرة الجريمة. اليوم الجريمة أصبحت منتشرة بكثرة، واجب الالتفات إلى هذا النص وتعديله برفع العقوبة. أيضا في المقابل لازم الدور التوعوي الرأي العام أنه يحتاط من هذه المناورات، تاع الأشخاص هذو. نعم، لأننا في الأخير أمام مجرم، لأنه في الأخير القانون يجرم هكذا تلعبات بعقل المواطن البسيط، لأنه فعل إجرامي. نعم. في الأخير نعم، هذا نوع من الإجرام الخطير، هذا ما يستعلفش فيه أدوات الترهيب ولا التخويف ولا الأسلحة، لا، هذا يستعمل فيه الذكاء نتاعو، عوض يوظفه في مسائل إيجابية، يوظفه في وسائل في مجالات إجرامية. عنده قوة الإقناع، تلقاه عنده معطيات ومعلومات حول ذلك القطاع أو تلك المؤسسة،
تلقاه سبق وخدم في هذه المؤسسة وتم طرده منها، أو له أحد من أقاربه أو أصدقائه يعمل في تلك المؤسسة يعلم الخبايا تاعها، يعلم الخبايا. نعم أستاذ بطام، أستاذ بطام كذلك استسمحك يعني لضيق الوقت يجب أن يعني يكون فيه سرعة في طرح الأسئلة. أنتم على طلاع أكيد بقضية العنصر زهير المدعو كريم سيفو والذي تم القبض عليه يوم 16 سبتمبر، وقد عرض على وكيل الجمهورية يوم 20 سبتمبر، هكذا قالت وزارة الدفاع. على سبيل المثال عنصر زهير كان ناشط يعني بشكل ممتاز في المجتمع المدني، وكذلك يحضر بلاتوهات عبر التلفزيون، يعني كل هذا كيف تفسره أستاذ من الناحية القانونية؟ لا هذه اللي قلت لك، يعني هذو يستعملوا الذكاء، الذكاء هو آلية ارتكاب الجريمة، يستغلوا هذه السمعة تاعهم، هذا ربما الشهرة تاعهم في ابتزاز الأشخاص وفي تقديم وعود، ويستعملون أساليب دهائية يعني تتميز بكثير من الذكاء، والأشخاص يطمئنون لهم لأنهم البعض منهم يعرفوا باللي هذا عنده سمعة ثم كانتوا في المجتمع وعنده علاقات وعنده كذا ويظهر في البلاطوهات تاع التلفزيونات وكذا. هذه كلها هو للنصب والاحتيال على ضحايا. شكرا جزيلا لكم الأستاذ نجيب بطام على هذا التحليل القانوني، ونشكركم جزيلا شكر، كنت معنا عبر خدمة سكايب لقناة الشروق. أعود إليك أستاذ محمد طاهر ديلمي، اليوم كيف يمكن أن نسد هذه المنافذ على هؤلاء الشخصيات أو المنتحلين للصفات حتى لا تتنامى أكثر؟ لأنه كما ذكر الأستاذ بطام في السبعينات نفس القانون لم يتغير، يعني من 3 أشهر إلى سنتين، هذا ليس بالشأن الكبير أو الكثير. أكيد طبعا للقانون القديم معناها تجاوز الزمن، كنت نقول بصراحه علشان انا قلت لك من قبل، قلت لك باللي ان البيئه الحاضنه، معناها البيئه الحاضنه بما فيها الاحكام القانونيه التي كانت تصنف هذا الفعل وهذا السلوك، ولذا علينا ان نراجع ايضا قضيه هذا العقوبات فيما يتعلق بالقوانين من اجل ضبط اخلاقات المجتمع. معناها أن إذا كان تكلمنا عن المجتمع المدني تحديدا، المجتمع المدني تحديدا طبعا أنت تفضلتي ريم قلت هذا المدعو كان يحضر البلاطوهات ويحضر، معناها كان فيه فتح الأبواب يعني يعني بصراحة يعني هذا معناها يا إما على حين لأنه غبل، لا أحد كان يعلم طبعا وبالتالي علينا 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 أن نعود أولا الأول المجتمع المدني الآن مش يعني حتى هذا مش غير هذا بك السلوكات هذه كان سلوكات أخرى يعني بصراحة لا كان سلوكات أخرى في إطار الوضع العام الذي كان سائدا، ما كنتوش على بعضنا البعض، وضع عام كان سائدا، كان كل واحد يبحر في 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 في, في بحره يعني، لأن ما كانش ضبط القوانين وما كانش المرافقة وما كانش المراقبة. لو كانت المراقبة الفعلية والمرافقة الفعلية مثلا قال السيد هذا يتكلم باسم ماذا أو ماذا أو ماذا، لماذا ذاك الوقت ما تحركت السلطات وتقول باللي هذا لا ينتمي لرئاسة الجمهورية مثلا يعني مثلا أمثلة، أو لا ينتمي لرئاسة الحكومة أو لا ينتمي لجهات أمنية، مع أنه يعني بالضبط كل بالضبط ضيف يعني مش سر ربما مسر مسر ولهذا مع الأسف كان تسيب كان تسيب، وهذا يضر بثقافة الدولة وبمؤسسات الدولة صحيح، ويضر بها كثيرا كثيرا كثيرا، وعلينا أن نعيد الاعتبار إلى مركز الدولة. عندما تعيد اعتبار مركز الدولة لا يمكن لأحد أن يتطاول على مؤسسة الدولة أو يستعمل اسمها، هذا هو الإشكال الموجود. ولهذا معناها الآن جانب تحسيسي ثقافي قانوني، وجانب أيضا المجتمع المدني أن يكون واعيا لمثل هذه السلوكات ومثل هذه التصرفات، ولن يقبلها أبدا في وسط أبناء المجتمع المدني. هل أستاذ ديلمي اليوم الوعي وحده كفيل بسد المنافذ أمام هؤلاء الأشخاص لانتحال الصفة مرة أخرى؟ لأنه الظاهرة هي في تنامي متزايد، أم أنه اليوم حان الوقت لتنظيم هذه الجمعيات ككل وتحديد رؤسائها من طرف المجتمع المدني؟
لا معك لا ما بالضبط بالضبط. الوعي هو الإطار الذي معناه يؤدي إلى كل واحد يفهم دوره هو مسؤوليته. هذا هو يعني الوعي أن يقوم بواجبه. ولكن الجانب القانوني يعني بما فيه الوقائي والردعي، قبل ما نوصل الردعي لازم يكون وقائي أيضا، يكون وقائي والردعي يجب أن يكون أيضا متماسك ومنضبط. لماذا؟ لأن هذه المسائل إلى أردنا أنا قلت لك قبل في البداية الحصة، قلت لك اليوم المجتمع المدني له مسؤولية كبيرة، كان بالأمس يشتكي واليوم أصبح صاحب قرار في الدستور، يعني معنى أصبح الآن الموازين تغيرت والموقع تغير، بعدما كان مجتمع تابع أصبح مجتمع تاع قوة اقتراح، بعدما ما كان مجتمع يعني غير ينتظر الإملاءات مع الأسف الشديد مش أغلبية المجتمع المدني أصبح يفرض وجوده عن طريق المكان اللائقة، وبالتالي فرض اليوم هو كذلك المجتمع المدني يساهم في مكافحة الفساد أيضا بطبيعة الحال. لا من واجبه ومن دوره. لماذا نتكلم عن التشارك الديمقراطي؟ نتكلم عن التشارك الديمقراطي غير باش نقعد في الاجتماع باش نبايع أكبر ونقول لك بارك الله فيك وندير لك لائحة باش نقول لك تمليح. لا التشارك الديمقراطي إحدى أسسها هي محاربة الفساد وترشيد المال العام ومعرفة التنمية المحلية، هل هي في خدمة المواطنين أم في خدمة أشخاص أو لوبيات أو مجموعات. دونك المجتمع المدني له أيضا مسؤولية في هذا الباب هذا، ولهذا يعني أنا متفائل في بدور المجتمع المدني، وأقولها بكل صراحة رغم هذه السلوكات السلبية والمشينة في حق الأخلاق وفي حق الجزائر وفي حق المجتمع المدني، لكن المجتمع المدني الآن أصبح يتوفر على إطارات وعلى كفاءات مقتدرة ومثقفة ومتعلمة ولها اطلاع واسع على ما يجري في العالم. يعني علينا المجتمع المدني من خزان من الكفاءات ومن القناة. علينا أن أيضا أن نتيح له المنابر وأن نتيح له عدم التسلط وعدم الإقصاء وعدم التهميش من أجل أن يكون دورا متميزا في الديمقراطية الغربية. المجتمع المدني هو قوة الارتكاز وهو الذي يلعب دور التوازن في المجتمع بين الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد طاهر الديمي، ربما بهذه الكلمات وكذلك الإجراءات التي يمكن من خلالها ردع تنمي هذه الظاهرة للأسف التي استفحلت في المجتمع الجزائري، كذلك لا يجب أن نؤمن من خلال المظهر بالضبط. لأنه في الأخير دين الأسلمي أكيد. ما يقولش روحوا شوفوا إنسان شكله أو كيفه أو ماذا يملك كسيارة، لكن يجب القضاء بالضبط. كذلك بالضبط. في جذور المجتمع الجزائري أكيد. على أكيد. ظاهرة أخرى وهي أنه نفرق بين الزوالي والثري ونعطوا ثقتنا للثري وننبذوا الزوالي ولكن للأسف الزوالي هو ربما اللي أفحل حل على ذلك الثري. مع احتراماتنا أكيد شكرا. جميع لأصحاب الأموال وشكرا جزيلا لك أستاذ الشرفة أكيد أستاذ محمد طاهر الدين ناشط في المجتمع المدني، شكرا جزيلا لكم على حضوركم.